انا شخصيا اخالفك في هذا. ممكن، ايه المانع؟ طبعا أنا شخصيا، وانا احترم رايك في هذا طبعا يعني طبعا. لا لا، على كل، فشلت في انتخابات نقابة الصحفيين عام 2005 وحصلت على 223 صوتا فقط، كان ذلك بسبب موقفك من اسرائيل او قوة المرشح المنافس امامك؟ لا، كان بسبب سذاجتي في موضوع الانتخابات، يعني انا لم ادرك أسرار لعبة الانتخابات في النقابة الصحفية. ولكن إذا أردنا أن نضع ذلك في إطار من إطارين، مواقفك من إسرائيل أو قوة المرشح المنافس، أيهما كان أقرب؟ لا لا، قوة المرشح المنافس. من كان يومها؟ والله مش فاكر، بس أنا قطعا كنت يعني معي لم أكن معدا لهذه، عندما هذه درس بالنسبة لي مهم جدا. المصالحة مع الأخوان المسلمين هي ضرورة للم شمل المجتمع أم لن تثنيهم عن الانتقام لما حدث في ربعة؟ طبعا لن تثنيهم، وانا اعتقد ان المصالحه مع الاخوان يجب ان تتم، ولكن ليس يجب ان تتم على المدى البعيد وليس على المدى القصير على الاطلاق. على المدى القصير هناك دم والافراج عن قياداتهم والمسؤولين دي مساله تخضع للقانون ولما ارتكب من جرائم. الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب، الذين هم مسؤولون عن عمليات الاغتيال والتخريب والقتل، يجب ان يطبق عليهم القانون. طيب أنت اليوم تعتبر دكتور أنه الأخوان هم فصيل سياسي مصري وطني؟ لا مفر باعتراف بذلك طبعا، إنما يجب أن يأخذوا حجمهم الطبيعي ويجب أن يعاقبوا. أنا أتكلم عن الوطنية المصرية، هل الأخوان المسلمين انتماء وطني مصري؟ يعني كنا نتكلم منذ بعض الوقت عن الانتماء المصري لمصر، هل ترى ذلك عند الأخوان المسلمين؟ لا طبعا. يعني لا هل طبعا ترى أخواني له نفس الانتماء لا لمصر؟ لا طبعا لا لا لا، أو انتماءهم الإخوان ينتمي للأمة الإسلامية لما هو أوسع بكثير من الانتماء للوطنية المصرية، وهذا طبعا يعني نقطة الضعف الأساسية في الرابطة الإخوانية بلا شك. بعد مرور عام على تسلم الرئيس السيسي الحكم، أنا راض على أدائه أو كنت أتوقع أن يكون الأداء أفضل بكثير؟ لا، كنت أتمنى أن يكون أفضل بكثير. الناقص في الأداء؟ لا، الأداء الداخلي قطعا في كثير من نواحي القصور، يعني أبرز يعني هو يعني أنا أقدر أقول لك أنه على المستوى الخارجي أنا راضي عن الأداء السيسي بنسبة مثلا 80%، إنما داخليا يدوبك 60%، لأنه أعتقد أنه كان من الممكن جدا أن يكون الأداء الداخلي أفضل بالذات في النواحي السياسية. وفود الفنانين المصابين